اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى. إن تشأ ترغم عدوا حسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اللي احنا انتهينا في الحلقة الماضية اللي كانت الأسبوع اللي فات لما جينا ناخد بانوراما عن القرن التسعتاشر. القرن التسعتاشر انتهينا احنا عرضنا الدولة انجلترا فرنسا روسيا واخيرا قعدنا شوية مع الدولة العثمانية ولسه هنقعد كتير. احنا النهاردة هناخد السلطان عبد الحميد والمرة الجاية هنكمل يعني كتاب طقوش ده مكمل معانا. يعتبر احنا هنعرض تلات كتب في الحلقات بتاعت يوم الجمعة. ليه؟ لان كتاب طقوش مهم لفهم الدولة العثمانية كانت بتمر بايه وبيحصل فيها ايه، وده هيفهمنا ايه اللي بيحصل في كتاب سلام ما بعده سلام وأهمية، لأن كتاب سلام ما بعده سلام قلنا بيدور حوالين الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، فبالتالي مش هينفع نتجاوز كتاب طقوش، لازم هنرجع له كثيرا. وفي كتب تانية عن الدولة العثمانية لكن كتاب طقوش حلو في انه بيدي لك يعني صورة بانورامية. تمام، كتاب طقوش احنا الصفحة الفصل 13 صفحة 363. احنا انتهينا الحلقة اللي فاتت لما حصلت هزيمة للدولة العثمانية امام ابراهيم باشا في نهاية الثلاثينات، وكانت هذه الهزيمة خلاص يعني بعد ما الدولة العثمانية كانت بتحاول باتفاقية كوتاهية لما كانتش راضية عنها فحاولت تعمل هجوم على ابراهيم باشا ومحمد علي عشان تاخد منهم الشام، لكن حصلت هزيمة للمرة الرابعة امام محمد علي وظهرت الدولة العثمانية بصورة سيئة جدا. الفصل بيبدأ بحاجتين، اولا في جزء هنعرضه هنا وفي جزء برضو في اخر الفصل، في اخر الفصل بتاع السلطان عبد المجيد الاول مهم وهو منشور الكلخانة. فاحنا هنجيب منشور الكلخانة برغم انه في اخر الفصل لانه هيحصل في نهايات الثلاثينات. ايه اللي بيحصل؟ ان السلطان عبد المجيد لما هيمسك سنة 1839 هيعمل شوية اصلاحات داخلية وهيعمل هيكمل على المسار اللي هو كان مع محمد علي كدولة عثمانية، يحاول يحارب او مش يحارب، يتصرف في الكارثة اللي حصلت والهزيمة الكبيرة اللي حصلت للمرة الرابعة امام او المرة الرابعة لو انت يعني الحروب الكبرى امام محمد علي وبقى منظره سيء جدا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاسطول العثماني الباقي اللي كان موجود في الدولة العثمانية رجع بالكامل الى محمد علي وانضم الى محمد علي. السلطان عبد المجيد الاول مسك والاسطول العثماني نفسه رحل عنه، يعني اصبح الجيش ما فيش جيش، لا يوجد جيش بعد الهزيمه امام محمد علي للمره الكام ما تعدوش، والاسطول نفسه حصلت خيانه ان احمد القائد العام احمد باشا انضم الاسطول العثماني طواعيه الى الاسطول المصري في الاسكندريه بقياده القائد العام احمد باشا. فأصبح يعني أحمد باشا بالنسبة له برضو تقدر بدون النظر إلى مسببات واقعية، لكن ممكن نعتبرها في مسببات عامة، إن كان واضح إن القاهرة أصبحت هي عاصمة العالم الإسلامي مش اسطنبول اللي كانت في الوقت دوت شكلها بتحتضر. فأحمد باشا راح واخد الأسطول وراح رايح على الإسكندرية وانضم للأسطول المصري. فدلوقتي السلطان عبد المجيد الأول بيمسك الدولة وهو في وضع شديد الـ يعني لكم انا عايزكم تحاولوا تتخيلوا المنظر السيء اللي هو فيه، لا عنده جيش وجيش عمال يتلقى هزائم باستمرار ومش قادر يعدي، لا يستطيع عبور الاناضول، كل لما يحاول يدخل الشام من نهايه العشرينيات واوائل الثلاثينيات كل لما الجيش بتاعه يحاول يدخل الشام يتهزم. محمد علي قاعد له فيه بابراهيم باشا، فأنا كجيش جيش الدولة العثمانية أصبح يعني لا يملك أكتر من الأناضول فقط، كل ما يحاول يعدي يتهزم. تمام؟ ثم الأسطول كمان بينضم لمحمد علي، كارثة من كل ناحية، والسلطان ماسك ما بقاش فيه في إيديه أي شيء. ودي هتوري لك اللي بيحصل بعد كده. الدولة العثمانية إنها دولة محتضرة، هي احتضارها في الثلاثينات تحديدا، ثلاثينات القرن التسعة عشر كان احتضار رسمي. دي دولة ماتت خلاص، كل ما سيأتي بعد ذلك من دولة عثمانية هو عبارة عن واحد الغرب هو اللي مخليه لسه حي، إنما هي كدولة هي ماتت تماما، محمد علي هو من قتلها.
بالمعارك اللي عملها بابراهيم باشا وانضمام الاسطول. تمام. روسيا في الوقت ده لما لقت المنظر طبعا بالنسبه لها كان انا عايز الدوله العثمانيه تظل موجوده ومحمد علي ما يطلعش. فروسيا قلنا كانت واقفه مع العثمانيين في هذا في هذه المساله، وفرنسا كانت واقفه مع مصر، وانجلترا بسبب ان اللوبي الفرنسي في مصر كان قوي مع محمد علي، وانجلترا كانت ضد مصر وان هي مش عايزه برضو مصر تتضخم بهذه الصوره. ثم طبعا لما حصل انضمام الاسطول وكده والحاجات اللي حصلت في عهد السلطان عبد المجيد اول ما مسك مصر، انجلترا بالنسبه لها لا، الامور بقى ما بقتش قوتين من قوى الشرق بينكفوا في بعض وكده، وانا ممكن اعمل حياد زي ما حصل في الحروب اللي قبل كوتاهيه، لا انا مضطر اتدخل لان الموضوع ما بقاش قوه في حجم بعضهم. الدوله العثمانيه ومصر ما بقوش قوه زي بعض، لا مصر اصبحت هي قوه وكانها هي السلطنه الجديده، بينما الدوله العثمانيه هي اصبحت رجل ميت مش رجل مريض. فالدوله العثمانيه هنا الدوله الانجليزيه هتتدخل بصراحه ضد مصر، ان انا الرجل الميت ده انا عايز ابقيه وبل وادي له سلطان اكبر، وده هنشوفه في الاتفاقيه ومعاهده لندن والحاجات اللي هيعملوها مع محمد علي. اذا هيبقى كل الدور اللي هتعمله انجلترا بالذات في هذا الوقت هو استبقاء حياه السلطنه العثمانيه باي ثمن، لان السلطنه العثمانيه هي ماتت خلاص انتهت. فمين اللي ظاهر كدولة إسلامية صاعدة؟ هي مصر. فأنا لازم أعمل أن مصر أقلص حجمها بقدر الإمكان بأن أخذ منها الممتلكات بتاعتها اللي هي موجودة، أهمها طبعا الشام، أن أخلي الممتلكات دي تنضم إلى الدولة العثمانية مرة تانية هي والحاجات الممتلكات الموجودة في الجزيرة العربية. يبقى فهمنا ده كانت لعبة إنجلترا في هذا الوقت في الثلاثينات ومطلع الاربعينيات، ان انا العمليه ما بقتش دوله عثمانيه تتبعها مصر، الامر اصبح مصر هي القوه الصاعده والدوله العثمانيه هي مجرد دوله ليس لها جيش ولا اسطول ولا لها وجود خلاص على الارض الواقع الا برغبه القوى الاوروبيه. يعني كان يكفي ان روسيا تسحب الدعم بتاعها للسلطان، ان كان ابراهيم باشا ممكن يروح داخل اناضول تاني، شفنا راح لقونيه وبسهوله، وكان هيروح بعد قونيه خلاص اسطنبول. فهذه الدوله العثمانيه لم تعد موجوده خلاص على ارض الواقع كقوه، هي موجوده كقوه امر واقع، يعني حاجه يعني دوله امر واقع، ليس لها جيش ولا اي حاجه تقدر تعمل بيها حرب خلاص، لكن هي قوه امر واقع فقط. فأصبح السياسة الإنجليزي إن أنا أبقي على هذه القوة. السلطان عرض السلام على محمد علي وبعت له المندوب خاص هو عاكف أفندي، وقال له نفتح صفحة جديدة في العلاقات ما بيننا، وهندي لك حكم مصر الوراثي يبقى بتاع خلاص. إحنا كدولة عثمانية يعني الموضوع طبعا زي ما الموضوع منتهي، أنا خلاص كسلطان أنا عرفت أمر الواقع هو عامل إزاي. فحاول يعمل صلح ما بينه وبين محمد علي. مين اللي هيقف ان الصلح ده لا ينفذ؟ توقعوا القوى الاوروبيه هتروح جايبه سلطان، وكان محمد علي كمان كان عنده بدايه قبول لهذا الفكره، وان احنا ممكن نتناقش مع بعضينا خلاص ان انا عايز الدوله بتاعتي تبقى اعترفنا، لان وراثيه يعني خلاص استقليت انا عن الدوله العثمانيه، وان خلاص استقلال حتى لو كان بصوره نظرية غير تام، لكن عمليا هو هيصبح استقلال تام خلاص. فأنا كدولة كمصر هو ده اللي أنا عايزه، شكرا قوي إن أنت تقدر نتفق ما بيننا، أنتوا كدولة عثمانية تاخدوا جزء من الشام وإحنا ناخد كمصر جزء من الشام، ومصر تبقى بتاعتي وخلاص، والأمور تنتهي ما بيننا على هذا الحال. اللي هيحصل إن الغرب بالكامل يتدخل هيمنع السلام دون رأيهم، هيبعتوا للسلطان تحذير إياك تاخد أي قرار من غير ما احنا نتدخل، عشان محمد علي ما يضحكش عليك، عشان مش عارف ايه، بس المهم ان هيرفضوا تماما يحصل محادثات سلام ما بين المسلمين من غير ما هم يتدخلوا فيها.
السلطان كان قلقان، يعني هو برغم ان هو بعته لما لقى فيه شويه قبول شويه عند محمد علي كان برضو عنده قلق، يعني احنا ايوه قبول بس لازم تحطوا في دماغكم مساله ان انا دلوقتي الطرف الضعيف اللي بيرجو محمد علي انه يسامحني ونعمل مع بعض معاهده السلام. ماشي ممكن يوافق على ان انا على المعاهده ديت والحاجات اللي احنا نعملها، لكن محمد علي السلام ده ممكن يسمح له ان هو يعمل قوه عسكريه اكبر ويعمل ويجي لي انا، يعني انا بالنسبه لي كدوله عثمانيه هيبقى ايامي معدوده بصوره اكتر ان انا لو عملت معاه معاهده السلام. فاكيد كان عنده قلق من هذا الامر. محمد علي حاول بعت لخسرو باشا في بتاع دوت مع السلطان ان يعني بلاش يتراجع، خلي السلطان ما يتراجعش ويسمع كلام اوروبا، خلينا نعمل معاهدة سلام ما بيننا وبين بعض بدون تدخل القوى الأوروبية اللي قعدت تفرض على السلطان لازم تسمع رأينا. الدول الخمسة كانوا النمسا، روسيا، انجلترا، فرنسا وبروسيا. هم قالوا احنا الخمسة لازم نكون موافقين على ان على اي حاجة هتعملها مع محمد علي. اجتمع السفراء الدول الأوروبية، راحوا اسطنبول وقعدوا مع محمد علي وقعدوا يعملوا مسودة معاهدة سلام ما بين السلطان وما بين محمد علي، وبدأت حصل خلافات ما بين الدول دي، وانجلترا وفرنسا بدأوا ياخدوا توجه ضد روسيا اللي أكيد كانت عايزة من ضمن الاتفاقات تعمل حاجات للاتفاق المضايق وإنها تعدي السفن بتاعتها المضايق اللي هي مضيق البسفور ومضيق الدردنيل، فهي عايزة السفن بتاعتها تعدي من البسفور وتدخل لبحر مرمرة وبعد كده تعدي من دردنيل عشان تدخل للبحر المتوسط. فروسيا كانت بتعمل المعاهدة السلام بحيث انها من ضمن الحاجات المعاهدة روسيا تدخل وتمشي في هذا التوجه. طبعا ده كله كان تطبيق لمعاهدة خونكار اسكلاسي اللي احنا عرضناها في الحلقة الماضية. انجلترا عرضت على السلطان قالت له احنا عندنا حاجة ان احنا مستعدين نضغط على محمد علي باشا عشان يقبل الاتفاق اللي احنا هنقوله بان احنا نبدأ نضربه، فانت من ضمن الحاجات تضغط على محمد علي باشا لإعادة الاسطول العثماني مقابل السماح لمراكبها بالدخول الى مضايق للتصدي الروسي عند الضرورة. يعني انا كانجلترا عايزاك انت كسلطان تسمح لي ان انا اعدي من الدردنيل والبسفور عشان ادخل لروسيا جوه البحر الاسود، تمام؟ في مقابل ان انا هضغط على محمد علي بالقوة عشان يرجع لك الاسطول بتاعك. فمين فكرة بتاعت انجلترا دي عايزة تعملها ازاي؟ فرنسا بعتت للقائد بتاعها ما تتدخلش للقائد الاسطول بتاعها اللي موجود ان ملناش دعوة لو انجلترا ضغط على محمد علي ما تتدخلش معاها ان هي تضغط على محمد علي، انت احنا كفرنسا خلينا محايدين. اوروبا في الوقت ده شوفوا اللعب والتدخلات، تدخلات صريحة والسلطان ليس له حول ولا قوة، الناس عمالة تلعب بيه بصوره واضحه وصريحه، وهتشوف ده في حرب القرم هتبقى اللعب عامل ازاي وهو مجرد رجل قاعد يتفرج لا اكثر، يعني سلطان عبد المجيد. هيحصل تحالف رباعي من بالمرستون ده كان رئيس وزراء انجلترا هيصمم على حل القضيه بشروط الانجليزيه. هيعمل تحالف رباعي في انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا. الدول دي هتتعهد انها تدافع عن وحده اراضي الدوله العثمانيه وان تكره محمد علي باشا على التخلي عن بلاد الشام على ان يحتفظ بفلسطين باستثناء مدينه عكا، عكا بس هي اللي ماشي هتحتفظ بيها بس عكا لا. طب هيدوا محمد علي ايه؟ هيدوا له انذار هيعمل اول ما بينهم وبين بعض معاهده لندن في اللي هتكون في 1840 ما بين انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وهتصدق عليها الدوله العثمانيه، هيكون فيها الاتي: محمد علي باشا وخلفاء محمد علي باشا هيكون مصر بالنسبه لهم دوله وراثيه يتوارثوها، وهتكون له مده ان هو طول حياه محمد علي يحكم المنطقه الجنوبيه من بلاد الشام اللي هي المعروفه بولايه عكا وبما فيها مدينه عكا، بشرط ان يقبل ذلك في مده لا تتجاوز 10 ايام من تاريخ استلام الانذار. يبقى قدامك 10 ايام تفكر فيها في العرض ده. طيب ولو وافقت على العرض دوت ان انت تعمل اخلاء لجزيره كريت وتعمل اخلاء لبلاد العرب الجزيره العربيه وتعمل اخلاء لاقليم اضنا اللي هو موجود في جنوب تركيا الحاليه وان انت ترجع للدوله العثمانيه الاسطول بتاعها. بص برضه محمد علي كان في ايديه ايه؟ شوفوا الاوراق اللعب الكتير، هم كانوا عايزين ينزعوا كل اوراق اللعب من ايدي محمد علي.
محمد علي في ايدي الجزيره العربيه ومعاه مكه والمدينه اللي هو السلطان اللي هو قلنا النفوذ ايه النفوذ الشرعي تمام، ومعاه بلاد الشام ومعاه اقليم أضنة جوه تركيا نفسها ومعاه الاسطول العثماني اللي اصبح انضم للاسطول المصري، كل الاوراق دي مع محمد علي ومعاه جزيره كريت نفسها. فمحمد علي يعتبر عامل حصار على الدوله العثمانيه. هو الاتفاقيه في الاول ان انت قدامك 10 ايام تنسحب من كل يعني الاخر كل الحصار ده يتم فكه خلاص، انت كدوله خد مصر وجنوب فلسطين لا اكثر من ذلك، ولو ما قبلتش هذا القرار في مده 10 ايام هيترك لك ولايه مصر وحدها ويمهل 10 ايام اخرى لقبول الحكم الوراثي فيها. فاذا لم يقبل خلال هذه المده كان السلطان في حل من حرمانه من ولايه مصر، ان السلطان يحايل لا ولا هتاخد حتى مصر تمام، وان محمد علي هيدفع جزيه سنويه الى الباب العالي الى الدوله العثمانيه تحدد نسبتها وفقا للبلاد التي يعهد اليه بادارتها. هتدفع للدوله العثمانيه جزيه سنويه، وكمان مش كده وبس، في كل من مصر ولايه عكا هتسرق القوانين العثمانيه وهتجمعوا الضرائب باسم السلطان، والقوات المصريه البريه والبحريه هتصبح جزء من قوات السلطنه العثمانيه. ولو محمد علي رفض كل دوت رفض الشروط دي هيلجا الى وسائل القوه، هتلجا هي الى وسائل القوه لتنفيذها. وانجلترا يحق ليها بالاتفاق مع النمسا مساعده سكان بلاد الشام على الثوره ضد محمد علي. والسفن الانجليزيه والروسيه والنمساويه هيحق ليها الدخول الى مضيق البوسفور لحمايه اسطنبول في حال تقدمت الجيوش المصريه نحوها. من الاخر هذه المعاهده كانت احياء للدوله العثمانيه التي كانت انتهت على ارض الواقع كقوه حقيقيه. خلاص انا القوه المرعبه دلوقتي اصبحت مين؟ اصبحت مصر بقياده محمد علي. فانا لازم اعمل القضاء كامل. شوفوا الحاجات كلها مزلة، وتحس ان الحاجات اللي هي معمولة بهذه الصورة اللي قدامك 10 ايام ولو ما عملش قدامك 10 ايام والتاني، تحس ان هي مقصود بيها ان هو محمد علي يرفض. هم قصدين ان محمد علي يرفض عشان يدخلوا المرحلة التانية، مرحلة التقسيم ما بينهم هم الاثنين، ويقسموا الدولة لا هي الدولة العثمانية اللي هم عايزين يحيوها. هل تصلح دولة؟ لا تصلح كدولة خلاص. فاحنا عايزين نديلها اكبر قدر ممكن من الولايات. تاني نعيد هما بيعملوا ايه. الدولة العثمانية يا جماعة موجودة على ارض الواقع، قلنا هي خرجت من التاريخ في هذه اللحظة، مجرد وجودها في التاريخ بعد كده هيبقى وجود واحد ميت فعلا. هما بيعملوا ايه؟ الميت ده انا بحاول اديله حاجات تبقيه على الارض، يعني ايه لسه حي او في رمق من الحياه، بحيث ان لو نفخت فيه هيموت، بس المهم ان لسه في رمق موجود. طيب وبديله كل حاجه وبديله كل المكتسبات وكل السلطان، بينما اللي لسه طالع كقوه عسكريه كبيره وقويه وعندها ادوات لعب شرقيه كبيره، فهي هتبقى من القوى العظمى الشرقيه، وهي مصر. لازم مصر ارجعها انها صحيح انا مش هقدر ارجعها ان هي تكون ولايه، لكن اعمل لها اذلال او قص اظافر، مش قص اظافر، قطع تام، بحيث ان هي ترجع مصر مجرد المكان الصغير ده اللي انت تحكمه، يبقى اقصى حلم ليك ان انت تحكمها هي اللي مصر والسودان في الوقت دوت، ان انت تحكم مصر والسودان تحت سياده عثمانيه، بعد ما كنت بتتكلم على انك هتبقى دوله مستقله وهتاخد مكان الدوله العثمانيه. اذا كل اللي بيحصل من هذه المعاهده عدم او اعدام قوى شرقيه صاعده انها تكون قوى عظمى بتلعب دور كان بتلعبه الدوله العثمانيه سابقا. بدل ما يكون اسطنبول هيبقى القاهره، وهيبقى القاهره هي القوه الشرقيه الصاعده وهي اللي هتقف لنا في البتاع، لا انا مش عايز قوه لسه تصعد وتبقى قوه عظمى، انا مش عايز كده، انا عايز اقتل مصر عشان وقتل مصر لن يكون الا باحياء الدوله العثمانيه. فهمنا الفكره اللي كانت بتعملها الدول في هذه المعاهده. طبعا معاهده لندن كان حصل فيها مشاكل، ان فرنسا اعتبرت ان انتوا استبعدتوني القوى الرباعيه اللي راحوا وعملوا معاهده بين بعضهم، فرنسا ما كانتش موجوده، ففرنسا اعتبرت ده اهانه وراحت تحرض محمد علي بقى باللوبي بتاعها ان اقف قدام انجلترا وحاجات زي كده. طيب محمد علي كان من الحاجات ان هو شايف ان لا الدول دي مش اوروبا، كان بيراهن ان اوروبا مش هتعمل حرب ضخمه قدامي وهتدخل
بصوره كبيره جدا، وده غلط وده رهان خاطئ، لان انجلترا كانت ما كانتش عندها مزاح، كانت واخده الموضوع بصوره ان انا لازم اقضي على مصر باي شكل، الصعود المصري وصعود محمد علي. فهو كان محمد علي مش حاطط في دماغه ان ممكن انجلترا توصل للموضوع لابعد الحدود، لا هو مجرد تهديدات وحاجات وكده، فما كانش واخد الموضوع بجديه كامله ان انجلترا هتوصل لدرجه انها تروح بعتاله الاسطول بتاعها قدام الاسكندريه وتبدا تضرب المدن في الشام بالاساطيل بتاعتها وتحرض اهل الشام للثوره عليه، وتبدا الاساطيل تضرب المدن الشاميه التابعه ليه الجيش بتاعته في الشام. فهيلاقي انجلترا ان لا، انجلترا مش بتمزح، انجلترا جايه. وهيلاقي فرنسا زي ما قلنا، يعني فرنسا ما مش هتقدر تعمل حاجه، هي متضايقه وكل حاجه، انما مش هتقدر تقدم له حل حقيقي. بالظبط، ممنوع اي قوه كبرى تخرج في العالم الاسلامي. احنا ما صدقنا الدوله العثمانيه بتموت، ازاي تطلع لنا دوله وكمان دوله عربيه، دوله اسلاميه عربيه؟ طبعا بالنسبه لهم كارثه. اخر برضو لازم تحطوا في حاجه، اخر قوه عربيه كدوله عربيه كانت تحكم العالم الاسلامي كانت دوله المماليك، وقبليها الايوبيين والحاجات والناس دي، دي دول كانت عامله ارهاب لاوروبا. فالذكريات بتاعه وجود الدول اللي هي مصر او الشام او العراق او الدول ديت، المناطق دي وجودها على هرم السلطه ذكريات سيئه بالنسبه لاوروبا. دي المكان ده لو تم احيائه مره تانية معناه المشرق او العالم الاسلامي بيكون قوه عظمى مره اخرى في التاريخ. فلازم اي قوه هتكون العاصمه بتاعتها الشام وبتضم الشام ومصر وبتضم الحتت دي داخله على انها تبقى قوه عظمى، فلازم اقضي عليها باي صوره. هيعدي اول 10 ايام محمد علي هيتجاهل ولا كانه سمع اي حاجه بعد ما وصلوا، هيعدي تاني 10 ايام محمد علي ولا كان عملوا اي حاجه خالص. الاميرال نابيه الانجليزي هيظهر امام الاسكندريه قلنا عليها، وفرنسا ما كانتش قادره خلاص تقاوم اوروبا كلها. انا برضو فرنسا ليها حجمها، خاصه لما تبقى قلنا فرنسا ما بتقفش قدام انجلترا لما الموضوع يبقى بجد. يعني الموضوع انجلترا خدت حاجه حطيتها في دماغها ان لازم انفذ، فكل بص الحلقات دي كلها متصله مع بعضيها. فرنسا في الثلاثينات والاربعينات وبعد الحروب النابليونيه خلاص لم تعد عندها القدره انها تقف قدام انجلترا وقفه جديه، لو انجلترا داخله واقفه بجد داخله المعركه، يعني مش لن تسمح بالكلام. ساعتها فرنسا بتتراجع، وكان من ضمن الحاجات ان محمد علي قرا ان فرنسا تحمي مين، هي قادره تحمي نفسها وهند واقفه قدام اوروبا كلها. ارغم محمد علي على الاكتفاء بولايه مصر في المستقبل، والسلطان العثماني اصدر فرمان يجعل اماره مصر وراثيه لمحمد علي باشا والخلفاء بتوعه. وهتحصل بعد كده اتفاقيه لندن للمضائق ما بين الدول دي، ان ما بين انجلترا وفرنسا وروسيا، ان الاتفاقيه دي ثلاث مواد: تحريم دخول سفن حربيه التابعه للدول الاجنبيه للمضايق اللي هو الدردنيل والبسفور، ما تدخلش بقى. يعني معناها ايه؟ يعني لا انجلترا ولا فرنسا يدخلوا يهددوا روسيا، ولا روسيا تطلع بالسفن الحربيه بتاعتها تهدد البحر المتوسط. جميل، ادي اول حاجه. تاني حاجة، يحق للسلطان منح التراخيص بمرور السفن الحربية الخفيفة اللي بتستعمل لحماية السفارات أو حاجة، مجرد بس سفن خفيفة حربية خفيفة، إنما ما تعديش سفن كبيرة قوية. تالت حاجة، يلتزم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية لجميع الدول اللي ما بينه وبينها معاهدة صداقة. طيب المعاهدة ديت بالنسبة لإنجلترا، المعاهدة دي بالنسبة لإنجلترا وبالنسبة لروسيا هي خسارة من ناحيتين ومكسب من ناحيتين. روسيا خسرت ان هي تدخل البحر المتوسط، تمام، وبس كسبت انها البحر الاسود بتاعها اصبح يعني في حمايه خلاص من ان السفن الفرنسيه والانجليزيه تدخل وتهددني وتضربني وتهدد القلب الروسي. ومن الناحيه الثانيه انجلترا بالنسبه لها خلاص روسيا هتبقى اعترفت ان هي مش هتدخل تهددني، وخلاص رسميا ان هي مش هتدخل تهدد في البحر المتوسط. وبرده الحاجه السيئه بالنسبه لها ان انا مش هقدر ادخل اهدد روسيا واعبر المضائق. يعني من الاخر روسيا وانجلترا كانوا يعتبر وصلوا لحل وسط، انا وانتم خسرانين حاجه وكسبانين حاجات. خافوا من ان تحكم مصر البحر مثلما حكمته الجزائر. لا، ومصر كان الوضع بتاعها لما بتطلع قوه قلنا في الشام ومصر
القوة دي مش بيبقى حكم يعني الجزائر برضو من الدول الطرفية في العالم الإسلامي، والدول الطرفية في العالم الإسلامي دول لها خطيرة وتتعرض لمؤامرات كبيرة وكل حاجة، لكن الدول الطرفية مش يعني لها أهمية. أنا عشان بعض ما ياخدهاش بحاجة وطنية وياخدها أنا عايز أقول فكرة معينة، هي فكرة ليها علاقة بالجيوبوليتيك بصورة واضحة. الجزائر والمغرب العربي ما يعرفوش يحكم العالم الإسلامي كله، العالم العربي والإسلام، ليه؟ لفكرة الطرفية. زي ما في أفغانستان ما تقدرش، أنت ممكن تقبل كسلطان واحد في الشام أو في مصر بيحكم لغاية المغرب العربي، حاكم يكون موجود في هذه البلاد يحكم لغاية المغرب العربي، وهيكون سهل عليه حرك الجيوش للحاجات دي، تمام؟ إنما لما يكون الحاكم في أفغانستان، عشان أنت كجزائر ومغرب لو حصل لك أي حاجة المسألة الموقع خطير جدا، لأن أنت دولة طرفية. ونفس الأمر في أفغانستان وباكستان، ممكن بالنسبة لهم المشرق العربي هو يحكم، إنما إن يجي المغرب العربي يحكمهم، فبالتالي إن هو يقدر يحرك الجيوش أو يقدر يعمل حاجات ينجدهم بسرعة مش من السهل. فالدول الموقع أيوة بالضبط، مسألة الموقع الاستراتيجي، دول الأطراف دول خطيرة جدا، وفي اعتماد كبير جدا من العالم الإسلامي عليها، لأن الإسلام أول ما يتآكل بيتآكل الأطراف. الأندلس أول ما تآكلت إحنا قلنا الإسلام كده رايح في ناحية اضمحلال. فالفكرة إن بالضبط مصر والشام والمناطق ديت والجزيرة العربية بشكل عام، يعني لو جينا نحدد بقى بسرعة، الجزيرة العربية بشكل عام هي قلب العالم العربي والإسلامي، ومنها بيقعد التحكم ممكن. إنما الدول الطرفية برغم الأهمية، لكن لا تستطيع دولة من الدول دي إنها تحكم وتقدر تحمي العالم العربي والإسلامي. ودي كان من العيوب أصلا بتاعت الدولة العثمانية. مش عارف أنا مريت بالموضوع ده قبل كده ولا لأ، لما قعدت أحكي إن الدولة العثمانية كان دايما أحد عيوبها إنها دولة طرفية في الطرف، مش دولة، مش هي دي المكان اللي يقدر يحكم العالم العربي والإسلامي بصورة جيدة ويقدر يتحكم فيه. دولة طرفية هي على نقطة تماس ما بين الغرب والإسلام، ما بين أوروبا والإسلام، فمنفعش العواصم تكون في على نقطة التماس. ودي من الحاجات اللي تشوفها حتى في مصر نفسها، إن كان يعتبروا أن وجود الإسكندرية كعاصمة خطأ، إنما ما ينفعش الإسكندرية تبقى هي العاصمة، لأن أول ما يجي أي حد يجي يعمل اعتداء على مصر يجي يعتدي على عاصمة، يروح واخدها ويقضي عليها زي ما روما عملت مع البطالمة مثلا، خلاص العاصمة انتهت. فكان ودي من أول ما أدركها الفراعنة، مسألة إن كان عندهم القاهرة اللي هي منف، منف دي كانت العاصمة الثانية، خاصة حكام طيبة دي تبقى العاصمة الثانية، مش هي العاصمة العاصمة الأولى. العاصمة الأولى لما هتيجي في اللي هي طيبة اللي هي الأقصر في الصعيد. ليه؟ فكرة إن أنا ما خليش العواصم قريبة من الأعداء. بالضبط زي ما حصل في بغداد، الأفكار كثيرة جدا، النموذج ده موجود دايما، إن العواصم المفروض تكون بعيدة عن العدو بشكل يعني أبعد نقطة ممكنة عن العدو. ده مصر كانت تستعيد فيه أحيانا في التاريخ بتاعها، إن يكون عندها ديناميكية في العواصم، إن كان مصر ظلت في فترات مختلفة في تاريخها كان عندها ديناميكية، إن لو القاهرة سقطت هتشوفها مثلا مع المماليك وفرنسا وبتاع، إن يروحوا الصعيد ويكون العاصمة موجودة في الصعيد. أنا قلت إن اللي يحكم إسطنبول هيحكم العالم. طيب يحكم العالم الأوان دي فكرة جيوبوليتيك الأوروبي، اللي هي كانت لما مين اللي يحكم الشرق والغرب. لو أوروبا كلها تبعك، لو أنت أوروبا كلها أصبحت تابعة ليك وأنت بقيت موجود في إسطنبول والشرق تبعك وأوروبا تبعك، يبقى لما تيجي تختار عاصمة ما بين الشرق والغرب الاثنين تبعك أنت. إسطنبول هنا ما بقتش إيه؟ مكان طرفي، ما بقتش في الطرف، أصبحت مكان في إيه؟ في قلب الشرق والغرب. يبقى اللي بيحكم إسطنبول بيحكم العالم، فهمتني؟ ده يعني أوروبا بقت تبعك وروسيا بقت تبعك والعالم العربي كله تبعك. ساعتها ممكن بالنسبة لك المكان الأفضل اللي تحكم فيه أوروبا وروسيا والعالم العربي والإسلامي هيكون إيه؟ إسطنبول. فهمنا الفكرة دي؟
الجزيرة العربية ما تصلحش للقيادة لو خليت العاصمة بعيدة عن البحر تنقطع المياه. الجزيرة العربية مشكلتها إن الحواضر بتاعتها مش في قلب الجزيرة العربية. حواضر طرفية موجودة في الخليج العربي وموجودة في الحجاز وعمان واليمن، هتلاقي دايما في كده في بقعة فاضية جوه الجزيرة العربية، ودي القلب. هي دي المشكلة، ان قلب الجزيره العربيه اللي المفروض انا لو عايز احمي فيه مساله ان الـ وده من الحاجات العبقريه في اختيار موقع الرياض. موقع الرياض صحيح ممكن يبقى ليه اعتبارات تانية كثيره، لكن فعلا انا كنت قرات ان كان من احد الحاجات اللي خلت ان جده ما تبقاش هي العاصمه في الدوله السعوديه الثالثه كان فكره ان انا اروح الرياض، لان كانت جده ممكن تهدد بسهوله. فما ينفعش المدن الحضريه الكبيره تكون موجوده دايما على الاطراف، بالتالي لو حصل اي حاجه زي مثلا لما انجلترا دخلت ضربت الخليج العربي كله بدايه من الامارات لغايه الكويت فوق، كله قعدت تضربه انجلترا وعملت اللي هو اللي سميته الساحل المتصالح وما الى ذلك من اسماء. الفكره اللي حصلت هنا ايه؟ الفكرة إن العواصم على البحر، فلو أنا لازم عندي قوة بحرية قوية، وعندي مشكلة إن أنا لو جيش جت تحصل يتعمل انسحاب، مفيش في الداخل طبعا ضعيفة دفاعيا المدن الساحلية، دي حاجة تاريخية معروفة يعني، إن أنا الداخل بتاعي صعب. أنا مثلا لو حصل لي هزيمة أمام القوات فأنا عايز أنسحب لداخل الجزيرة العربية، داخل الجزيرة العربية صحراء مش حاجة هتحميني، فما فيش عاصمة في الداخل، هي صحراء في الداخل. فدي من مشاكل بتاعة الجزيرة العربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي من مشاكل الجزيرة العربية. وفي مشاكل تانية في الجزيرة العربية يعني الموقع بتاعها وفكرة إن أيوة بالظبط، ومسألة باريس، قرب باريس من ألمانيا، فكان من ضمن احتلال باريس حتى في الحرب العالمية الثانية، إن لما كانت جت تحصل مقاومة بقت جنوب فرنسا ناحية أسبانيا، إن باريس كل لما كانت تحصل حاجة الألمان بالنسبة لهم كان دخول باريس سهل مش من الصعب، ودي حاجة كان إن وجود باريس وتركز الفرنسيين في الشمال كان له أصل إن المسلمين كانوا مهددين في الأندلس، والمعارك بمعركة بواتيه أو بلاط الشهداء والحاجات خلت الفرنجة بقوا متركزين فين؟ متركزين في شمال فرنسا مش في جنوب فرنسا، لأن جنوب فرنسا كان مهدد وموطن قتال ما بين المسلمين، تماس ما بين المسلمين والغرب. فأنا ببعد بأن التركز الشمال الفرنسي هو اللي يكون. لما طلعت ألمانيا بقى أصبح الرعب دايما من، وطبعا دولة كارولينجية في قصة طويلة في فكرة الإمبراطورية الفرنجة ودولة كارولينجية وكام ده ممكن نعرضها في وقت آخر يعني. اتفاقية المضايق احنا قلنا ادي الحاجات اللي حصلت. يبقى بتبدأ الدولة العثمانية مرحلة جديدة في حياتها مع السلطان عبد المجيد الأول. قلنا ان الدولة العثمانية بتبدأ المرحلة دي مع السلطان عبد المجيد بعد بأن أوروبا أصبحت هي الراعي الرسمي للدولة العثمانية. ما دام الراعي الرسمي للدولة العثمانية يا جماعة، يبقى أصبحت الدولة العثمانية، هل هي أصبحت دولة مستقلة؟ احنا قلنا الاستقلال مفقود من قبل كده، بس السلطان محمود الثاني كان عنده بعض الاستقلال. إنما لما يحصل حاجة زي كده، هل في أصبح استقلال للدولة العثمانية بصورة حقيقية؟ لا، ده وجودها أصلا مرهون بأن هم كانوا عايزين يقضوا على وجود قوة عربية صاعدة. خلاص. طيب في الوقت ده قبل ما يدخل لحرب القرم، احنا لسه في اول في نهايه الثلاثينات واول الاربعينيات، تعالوا نشوف على بيسموها الاصلاحات الداخليه في الدوله العثمانيه. السلطان عبد المجيد اول ما مسك كان بينسب اليه اول من جعل التغريب ياخذ الصفه الرسميه في الدوله. كان من قبل السلطان عبد المجيد كان محمود الثاني ما كان بيعمل تغريب. التغريب قلنا هي محاولة يعني مش عارف تصادف يعني بشكل ما ان الحلقات اللي احنا بنعرضها بتاعت النسوية بتاعت القرن 19 جت مع الحاجات دي، يعني انا بعتبرها صدفة كويسة، انا ما كنتش محضرها والله، بس هي كويس انها جت كله مع بعض. فاكرين لما تحدثنا بالامس قلنا ان التغريب عند هؤلاء الناس عند هؤلاء الحكام ما كانش بالصوره اللي احنا متخيلينها، يعني ان هم شايفين ان دي كده علمانيه صريحه ومعادله الاسلام وبتاع، لا هم كانوا شايفين ان احنا عايزين اصلاح العالم الاسلامي بان احنا نعمل تغريب في اوروبا. وكان احد الاخوه تحدث ان لا ده محمد علي هو من بدا ومقصود العلمانيه، قلت له لا الدوله العثمانيه هي المتهم الاول في مساله التغريب دي.
فاحنا المساله التغريب اللي حصلت دي هي تشوفها بقى بصوره واضحه في اللي بتسمى الاصلاحات الداخليه اللي بدات بمنشور الكولخانه او الكولهانه، بيقول لك دلوقتي حديقه اسمها كولهانه، دي منطقه موجوده في اسطنبول فيها حدائق وكده وفيها قصر. فكان اصدروا منشور في هذه في الكولخانه، قال عملوا واحد اسمه مصطفى رشيد باشا. مصطفى رشيد باشا ده لما مسك الصدر الاعظم اللي هو الرجل الثاني في الدوله العثمانيه بعد السلطان، لما مسك كان ده رجل مؤمن تماما بالتغريب، ان احنا لازم نعمل دستور ولازم نعمل حاجات زي ما الاوروبيين عايزين بالظبط، نعمل زي اوروبا، يبقى لينا دستور ولينا حاجات ونعمل مساواه ما بين المسلمين والنصارى، والحاجات دي اوروبا هترحب بيها واحنا عايزين ندخل في المجتمع الاوروبي. فبدا من مصطفى رشيد باشا برعايه السلطان عبد المجيد الاول يكون في بتاع دوت تغريب رسمي للدوله ان احنا ننظم امور الدوله. كولهانا باركي، هي دلوقتي كولهانا باركي، هي كان منشور الكولخانه، هم الاتراك المعاصرين بيستبدلوا الحرف الخاء بالهاء. كويس الكلمة اللي أختنا راوية قالتها، الحمد لله في العصر ده فاهمين إنه التغريب هو العلمانية نفسها والأمر مش ملتبس علينا. ده من فضل ربنا، أنت بتقرأ دلوقتي وعارف إن اللي بيحصل ده كان علمانية وكان إفساد للعالم الإسلامي. حط نفسك في الوقت ده كان من الصعب. كان من الصعب إن أنت تفهم اللي بيحصل، إن دوت دي مش مؤامرة، دي أفكار هتفسد الإسلام وأفكار منافية للإسلام. كان ده صعب في الوقت ده يحصل، إن أنت تفهمه بصورة واضحة. التغريب اللي حصل كان على مرحلتين، المرحلة الأولى بيسموها مرحلة التنظيمات، دي كان السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز عملوا مرحلة التنظيمات. مرحلة التنظيمات دي كانت منشورين، منشور الكولخانة ومنشور اسمه الخط الهميوني، تمام؟ ثم هيجي المرحلة الثانية اسمها المشروطية، ودي هتكون في عهد السلطان عبد المجيد الثاني. كل ده مش هنجيبه النهاردة، احنا هنعرض بس المنشورين بتوع العهد التنظيمات اللي كانوا في عهد السلطان عبد المجيد الأول والهميوني اللي هيجي بعد كده. طيب منشور الكولخانة ده الأهداف بتاعته إصدار دستور يحدد حقوق المواطنين الأساسية، 2 يكسب في الوقت نفسه عطف كل من إنجلترا وفرنسا، 3 يأمن عدوان روسيا، ورقم 4 يحول دون قيام شعوب الدولة بالثورة عليها، إن النصارى في الدولة اللي عاملين عليا ثورات دايما، فأنا عايز أخليهم ما يعملوش ثورات عليا، فأنا هطلع دستور يا جماعة أو ما يشبه الدستور، هو مش دستور حقيقي، هو ما يشبه الدستور، قوانين كده، القوانين دي تشبه الدستور وتكون تدي حقوق، من الآخر تدي حقوق كبيرة جدا للنصارى واليهود في وكافة الملل بداخل الدولة العثمانية. طبعا فكرة إن هو عايز يكسب رضا إنجلترا وفرنسا ورضا روسيا ده شيء مفهوم، يعني إحنا بنتكلم سنة 39، الهزيمة أمام مصر، الهزائم المتوالية، وإن دول راحوا 39 اللي هي بعديها، ده برضه نقدر نفهم منه هو ليه فضلوا كانوا عايزين يحموا السلطان العثماني. ليه؟ لأن السلطان العثماني طلع الكولخانة وطلع حاجات بيقول لهم من الآخر أنا همكنكم من رقبتي، خلاص أنتوا أنا إيه اللي أنتوا عايزين تعملوا فيه؟ الدولة العثمانية النصارى واليهود وكل الناس كل الطوائف والملل هتبقى تحت حماية أوروبا، وأنا شخصياً هبقى بدي حاجات وليهم امتيازات كبيرة جداً. الدولة العثمانية بتعمل كل ده في حين إن مصر في الوقت دوت مش معروف النوايا بتاعتها، ومعاها لسه قوة عسكرية وحاجة صاعدة مع محمد علي، ومحمد علي كان هازم العثمانيين، فأكيد الدول الأوروبية كان شايفة إن اللي بيدلنا كل حاجة ده احسن 100 مره من اللي بيوعدنا، وشكله متاثر بالتغريب، بس محمد علي وان كان متاثرا بالتغريب لكنه كان بيلعب بالكل. مساله ان هو كان عنده لوبي فرنسي لكن في زي ما قلنا قبل كده، لما الفرنسيين سان سيمونين لما جم عايزين يمدوا خطوط السكه الحديد، محمد علي اداها للانجليز، الفرنسيين قالوا له نعمل اسمها ديت قناه السويس، محمد علي رفض عشان عارف ان هم هيطمعوا فيه وهيبقى الاطماع حياه او موت. ففي حاجات برغم الصداقة الكبيرة واللوبي الكبير اللي موجود مع محمد علي من الفرنسيين، محمد علي كان بيلعب بالفرنسيين ساعات ويلعب بالإنجليز ساعات، تمام؟ الفكرة ديت كانت تخلي أوروبا خايفة، ده واحد ماكر وواحد معاه قوة وبيلعب بينا، إحنا كقوة عظمى عايز يلعب بينا، إنما السلطان العثماني ليس له حول ولا قوة، بنقول له كن فيكون، بنديه الامر ينفذ، فمين اللي احنا عايزينه يظل باقيا؟ السلطان العثماني.
من الحاجات اللي عملها طبعا قلنا ان منشور الكلخانه ده ان كان عمل قوانين وضعيه بيكون فيها مساواه بين المسلم وغير المسلم بصوره كامله، خلاص ما فيش فارق ما بين المسلم وغير المسلم في الاحكام، ما فيش بقى نرجع للشريعه وما ينفعش ان مسلم يقتل عشان قتل واحد من النصراني او بتاع، لا قوانين وضعيه وقوانين شرعيه في هذه الملفات كلها رفض العمل بها او تم ايقاف العمل بها. الحقيقه ان الكلام ده هل ارضى القوميات والنصارى في العالم الاسلامي من العثمانيين اللي هم تابعين للولايات العثمانيه؟ لا ما رضاهمش. ليه؟ لان بالنسبه لهم احنا اصبح بيعاملونا زي المسلمين فعايزين تجنيد، ندخل في التجنيد، وما بقاش في حريه لينا زي ما كانت قبل كده. هو صحيح ما كانش بياخدنا للتجنيد وكل حاجه، ومحمد علي كان ليه حاجات دايما بتوريك ان هو شخصيه كان بيحاول دايما يكسب الاوروبيين، وبس مع الاوروبيين كان بيتعامل بطريقه ما يقدرش يهدد، فكان دايما بيلعب ان انا معاكم كلكم، وفي نفس الوقت بيحاول يحقق اكبر مكسب ما بينهم هما الاثنين، ما بين الاوروبيين القوى الاوروبيه. اللي حصل ان النصارى في الدول في سواء في الشام او في البلقان لقوا ان مفيش اي مميزات بالكلخانه. ليه؟ لان انت اصبحت بتعاملنا زينا زي المسلمين، فبتدخلنا في الجيش وبتدخلنا تبعك وبتاخد مننا ضرائب زينا زيهم وبتاع، في حين ان احنا كان عندنا امتيازات قبل كده بعقده الاضطهاد، ان احنا مضطهدين، ان انت على طول مضطهدنا، فبالتالي احنا عايزين روسيا تحمينا وحاجات زي كده. انما ان انت تخليني زي المسلمين بالنسبه لهم ده كان شيء غير مرحب بيه، وبداوا يلاقوا حاجه. مين الطائفه اللي كانت نصارى زيهم بس ظلت المزايا عندهم؟ هم الناس الاجانب. فهم حسوا ان احنا كشاميين او بلقان او نصارى في اي حته من الدوله العثمانيه، ان بعد ما كانت الدول الاجنبيه بتحمينا، ان انت كده باللي انت عملته ان انت سويتنا بالمسلمين وخليت دولتك دوله علمانيه في التعامل معانا، اصبحنا احنا تبعك. وده ما كانش ميزه بالنسبه لهم، لان لو الاجانب هم اللي عندهم الحريه وهم اللي تابعين، والسلطان مش قادر يقرب منهم لان دول تابعين للدول الغربيه، في حين السلطان قادر يقرب من مين؟ من النصارى التابعين. فالدوله العلمانيه ما كانتش حل، دي زادت المشاكل اكتر وزادت الثورات والغضب عليه بصوره اكبر في البلقان. فاللي يقول لك العلمانيه هي الحل، ابدا، العلمانيه في العلمانيه دوما ليست هي الحل. وكان في الوقت ده كانت ده منشور حاجه من عوامل تسوير الناس، صناعه ثورات في الدوله بصوره اكبر. بدات تحصل ثورات منهم في كافه ارجاء الدوله الاسلاميه. هذه الثورات تسببت في ايه؟ تسببت ان الدوله بتضعف اكتر، لان الثورات اللي كان بيعملها النصارى في المشرق مش المفروض العلمانيه، دي حاجه ترضي الاوروبيين. خد المفاجاه، الاوروبيين كانوا بيشجعوا الثورات على السلطان اصلا، فالاوروبيين استغلوا الحاجات العلمانيه دي ان يحرضوا النصارى في الدوله العثمانيه هم والملل الاخرى انها تثور على الدوله العثمانيه. ما احنا قلنا هم الفكره الاوروبيين مش عايزين ايه؟ احنا قضينا لك على محمد علي، بعد ما قضينا على محمد علي هيبداوا يبصوا تاني لمين؟ للدوله العثمانيه، ان احنا انت رجل عايزين نبقي عليك رجلا ما بين الموت والحياه. ان مش عايزينك تظل حيا، خلاص احنا ما بين الموت والحياه، ان انت هتموت من في اي لحظه، بس احنا سايبينك كده ايه صوره مش اكتر. الفشل ده هيخلي السلطان يفكر في عزل مصطفى رشيد باشا، وبعد كده بعد انتهاء حرب القرم المنشور الكلخانه هيبقى خلاص المنشور فاشل تماما، هيبداوا يفكروا في فكره ان انت تعمل الخط الهمايوني. ده هيكون بعد حرب القرم، يعني في سنه 56. طيب احنا عايزين نعدي على حرب القرم، تعالوا نشوف بقى حرب القرم دي. حرب القرم دي قصة اولا بتوري لك فكرة ان انت تقول ان مفيش اثر للدين او العوامل الدينية في الحروب، ده كلام فارغ، وكان من اهم الحاجات بتاعته حرب القرم. حرب القرم دي ايه هي؟ كان في سنة 53 حصل ان بتاع دوت القيصر نيكولا كان بيحصل لنا ثورات في البلقان، واليونان كانت نجحت بعد ما كانت اليونان نجحت في الانفصال، فثورات كانت كثيره في البلقان، والارثوذكس كان البلقان فيها ارثوذكس كتير الغالبيه، وعندهم كبتاع ده كروسيا كانت بعد معاهده عملتها في نهايه القرن ال 18 اللي هي معاهده كوتشيك كنارجي.
ما بين الدولة العثمانية والروسية كانت سنة 1774. إيه المعاهدة دي؟ عشان بس نشوفه إن الدولة العثمانية كانت بتموت من القرن ال 18، وأول من دمر أو قتل هذه الدولة أو سعى في قتل هذه الدولة ونجح كثيرا هم الروس. كل شيء كنارجي دي ما بين الروس وما بين الدولة العثمانية إن إحنا حنا إن الدولة العثمانية هتسمح للروس إن هم يبنوا كنيسة تكون في جلطة جوه اسطنبول، وهذه الكنيسة تكون للأرثوذكس وتحت حماية روسيا مباشرة. السلطان له السلطة عليها جوه اسطنبول، مكان يبقى تبع حماية روسيا، وإن الأرثوذكس في الدولة في البلقان يكونوا تحت حماية روسية. الكلام ده الروس اعتبروا إن إحنا إيه، ما دام السلطان اعترف لنا بالكلام ده يبقى روسيا هتعتبر نفسها هي حامية كافة النصارى في المشرق. فإحنا قلنا دلوقتي إن السلطان العثماني الدولة الروسية كانت بتعتبر نفسها هي حامية النصارى في كافة الدولة العثمانية، هي أنا المتصدرة لهذا الأمر، وده كان لا يرضي مين؟ لا يرضي فرنسا بشكل خاص، وحنيجي دلوقتي ليه كان لا يرضي فرنسا، وده اللي حيتسبب في الحرب، حرب القرب. المهم إن الروس كانوا وراء التصوير، الناس إن هم يعملوا صورات على العثمانيين في البلقان، وطبعا ده بشكل عام ماليش دعوة. أنا عارف إن إحنا اتكلمنا المرة فاتت عن دخول القيصر والقيصر الروس إزاي دخلوا يحموا الدولة العثمانية، قلنا كانوا بيحموها عشان ما يكونش فيه مفاجأة إن محمد علي هيبقى هو السلطان الجديد، تمام. وذلك لا يعني ابدا ذلك ان الروس عايزين الدوله العثمانيه او عايزين تظل حي. هتعمل الدوله الروسيه حاجه من اغبى الحاجات اللي ممكن حد يعملها، خاصه مع الانجليز. القيصر الروسي نيكولاس الاول هيستدعي السفير الانجليزي عنده وهيقول له انا عايز اكلمك في حاجه كده. سنه 1853 كان عدى 10 سنين في عهد السلطان عبد المجيد الاول، خلاص مصر كقوة صاعدة انتهت، كقوة صاعدة خلاص، والخطر المصري انتهى، وما قاش الدولة العثمانية ظلت موجودة، واتطمننا ان هي مش هتقدر توصل لأبعد من ذلك، هي رجل ميت اكلينيكيا مجرد باقي على الحياة، بسبب ان احنا كأوروبا عايزينه يبقى على الحياة، ان هو يظل حاجزا ما بين الروس وما بين البحر المتوسط وما بين الانجليز والفرنسيين وما بين البحر الاسود. فهمنا الجزء ده يا جماعة؟ فاهمين ده؟ القيصر نيكولاس الأول راح باعت للسفير الإنجليزي، قال له بص أنا هقول لك على حاجة، الدولة العثمانية انتهت، يعني بلاش نضيع وقت أكتر من كده، فأنا عندي اقتراح ليك أنت كإنجلترا إن إحنا نقسم الدولة العثمانية ما بيننا، أنتوا تاخدوا حاجات وإحنا ناخد حاجات. ففكرة تقسيم يعني بحسب هذا الأمر يعتبر من أوائل الناس اللي أول مرة أشوفها بصورة صريحة، والكلام بصورة صريحة في هذا الأمر، تقسيم الدولة العثمانية على الغرب كان من الروس. طبعا الكلام دوت قال لهم أنا هنعمل مشروع ما بيننا، إحنا هنعمل استقلال لدول البلقان تحت حماية روسيا، دول البلقان دي كلها تستقل، رومانيا وصربيا وبلغاريا وكل ده يستقل، ويكون الروس هم اللي بيحموه، وإن إحنا نحتل اسطنبول، روسيا تدخل تحتل اسطنبول بصوره مؤقته، ما نعلنش ان اسطنبول تنضم، بس القوات الروسيه تبقى احتلال اللي جوه اسطنبول. طبعا احنا قلنا خطوره ان انت استدعيت القوات الروسيه انها كانت بتحمي السلطان، فاكرين السلطان محمود الثاني لما استدعى القوات الروسيه ان عشان تحميه وكانت قاعده قدام القصر وقاعده في جوه اسطنبول، فخلاص حسوا ان ايه احنا ايه ده سهل، يعني الموضوع دي قوه تافهه القوة العثمانيه. فكان الكلام ان احنا هندخل اسطنبول بس عشان ما نغضبش طبعا اوروبا، هيبقى احتلال، مش هنعمل ضم رسمي لاسطنبول الى روسيا، وهنعمل مرابطه، القوات الروسيه هتعمل رباط في البوسفور، والقوات النمساويه هتقعد تعمل رباط في الدردنيل، تمام، وانجلترا تدخل تحتل مصر وقبرص وجزيره رودس، ولو عايزه تاخد جزيره كريت كمان تاخدها. فده كان المشروع اللي عرضه السلطان القيصر نيكولاس الاول، اللي هو هيبقى خلاص هو السلطان العثماني، خلاص القوه في ايديه، اللي عرضه على السفير الانجليزي. طبعا اوان استبعدوا فرنسا من الليله دي،
انجلترا تعمل ايه؟ السفير الانجليزي راح رايح يعمل ايه؟ هيقول انجلترا وافقي؟ انجلترا اللي بتلعب بالبيضه والحجر راح يبعت لانجلترا واللي كانت فكر بتلعب لعبه كبرى وحاجات زي كده. انجلترا السفير الانجليزي راح طالع جري راح بعت لانجلترا قال لهم الحقوا الروس بيفكروا في كذا 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 وبيحطوا خطط خلاص ان تقسيم الدوله العثمانيه. طبعا انجلترا وصل لها الموضوع ده وكان المخابرات بتاعتها موصله لها ايه؟ ان قيصر نيكولاس الاول بعت لفرنسا بيقول لها ايه؟ تعالى فرنسا انا عايز انا وانت نعمل حاجه كده اتفاق ان احنا تاخدوا انتوا جزيره تاخدوا تونس وعشان تقووا النفوذ بتاعكم في المغرب وان تاخدوا جزيره كريت عشان تراقبوا بريطانيا وتحركاتها في جزيره مالطا. فطبعا وصل لهم ان قيصر ده قيصر بيلعب على كل الاطراف وبعدين بيلعب علينا احنا كانجليز بيلعب علينا اللعبه دي. طبعا مش على انجلترا للاسف يعني تنفع تتلعب اللعبه بالصوره دي. انجلترا طبعا وصل لها الامر راحت يعني ساعت في ناحيه ان هي لا ده احنا لازم نقدم روسيا ده روسيا بتفكر جديا ان هي تاخد الدوله العثمانيه فاحنا لازم نقطع رجلين روسيا دي خالص من السكه دي وتقليص حجم قيصر بيتذاكى على الانجليز. طبعا مشكله انت جاي تتذاكى على الانجليز تحديدا يعني مشكله. طيب في اسباب دينيه احنا قلنا دي الاسباب السياسيه دي اسباب السياسيه الحرب القرم. طب الاسباب الدينيه الاسباب الدينيه دي قصه طويله بس هنحاول نختصرها. فرنسا من بعد الحروب الصليبيه كانت بتعتبر نفسها هي الحاميه للنصارى في الشرق والدوله العثمانيه على مدار تاريخها كانت تعتبر شبه مسلمة لفرنسا بهذا الأمر إن نصارى المشرق يكونوا تحت حماية فرنسا ويكونوا تحت رعاية فرنسا. روسيا وقتها ما فكرت بالثورات اللي بتقوم عليها لو احتلت اسطنبول هو عندها قوة عسكرية قوية يعني قوة عسكرية قوية جدا وكان هيستغل جيوش البلقان النصارى بتوع البلقان. انت متخيل طبعا نصارى البلقان لما كانوا هيدخلوا مع الروس كانوا هيعملوا ايه في الاناضول؟ كان هيحصل ابادة للمسلمين في الاناضول. فاكيد روسيا كانت مش بتفكر مجرد ان انا اخد اسطنبول وابقي على المسلمين، لا روسيا كانت بتفكر ان انا اخد الاكيد كان ان انا اخد اسطنبول والاناضول وهجيب القوات الصليبية الموجوده ان دي احارب اعمل لهم استيطان تاني في اسطنبول وفي الاناضول وخلاص المسلمين يحصل لهم اباده في هذه الاماكن. ودي حاجات بيفكروا فيها لغايه دلوقتي الغربيين بالمناسبه ان يسموها كونستانتينوبل مش اسطنبول القسطنطينيه مش راضين يعترفوا لك في كثير من الادبيات بتاعتها الى هذا اليوم يقول لك ان دي اسمها قسطنطينيه مش اسطنبول دي بتاعتنا. المهم ان طيب الاسباب الدينيه قلنا الاول فرنسا كانت الدوله العثمانيه شبه متفاهمه معاها ان انت تعتبر المتوليه شؤون النصارى في المشرق. لكن في القرن ال 18 ومطلع القرن ال 19 كانت روسيا بدات تاخد هذا الامر هذه الصفه صفه المحارب الصليبي الاخير. انا اخر اخر دوله بعد ما خلاص اوروبا الغربيه طلعت من فكره الحروب الصليبيه الصريحه انا كروسيا واخده فكره الحروب الصليبيه الصريحه لسه واخدها بصوره جاده تماما. فكانت تعمل حجاج روس كثيرين جدا تبعتهم الى القدس. كانت بتدعم بالمال وبكل الوسائل النصارى في المشرق وخاصه في البلقان والارثوذكس. وكانت تزايد حجاج الروس اغدقت اموال كثيره عملت دعايه كبيره كانت عملت دعايه كبيره في اوروبا خدت شعبية كبيرة جدا في أوروبا ما بين الناس مش ما بين النخب الأوروبية ما بين الشعوب الأوروبية أن هذه الدولة الدولة الصليبية الباقية التي تدافع عن النصارى وتدافع عن النصرانية. فدي كانت لها شعبية روسيا كان لها شعبية كبيرة بالداخل الأوروبي. القوى الأوروبية كقوى نخب عارفين شايفين روسيا تهديد لكن الشعوب مبسوطين منها وفرحانين وبيحب الروس ان دول هم الصليب الاخير الذي يقاتل ضد المسلمين. فكل ده كان في نهايه القرن ال 18 ومطلع القرن ال 19. روسيا بدا يحصل تصادم ما بينها وما بين الفرنسيين
ظل علمانية بثقافة صليبية. الثقافة الصليبية كانت ممثلة جدا في الشعب في الوقت ده. العلمانية قلنا فكرة يعني الموضوع العلمانية والصليبية ده ملف كبير لوحده، انا مش عايز افتح معلش دلوقتي. بالمناسبة بالظبط اخونا احمد قال حاجة لسه كنت هقولها. اليمينيين الاوروبيين يا جماعة والامريكان شايفين روسيا انها دولة صليبية الى هذا اليوم، والدعاية اليمينية كثيرا كانوا بيرسموا بوتين ان هو صليبي والرجل الصليبي الذي يحارب المسلمين في سوريا وفي القرم وفي سوريا والقوقاز وحاجات زي كده. فإلى الدعاية دي موجودة إلى هذا اليوم شعبية ومشهورة جدا، فكرة الشعبويين والشعبوية الأوروبية والأمريكية النظر إلى روسيا بهذه النظرة ان هو الرجل الصليبي الذي يقاتل المسلمين، صحيح؟ فالفكرة دي فكرة قديمة، روسيا مروجها لنفسها من نهاية القرن ال 18 ومطلع القرن ال 19، هي توقفت في العهد السوفيتي. وإنما بوتين هو رجع يلعب اللعبة القديمة. عارفين يا جماعة دي حاجة حلوة أو شيء جميل إن أنت تقرأ التاريخ، هتلاقي إن الحاجات اللي أنت ممكن تقرأها في الواقع ده، هم ليه طيب الأوروبيين شايفين إن بوتين بيلعب كده؟ لا، هو بوتين عشان عارف التاريخ الروسي فبدأ يلعب اللعبة دي تاني، إن أنا الرجل الصليبي الأخير الذي يحارب من أجل الصليب، في حين إن أوروبا العلمانية. ودي من الحاجات اللي مخليها بوتين بعد ما كان بيتكلم كلام عن اللوطية يعتبر كلام محايد أو كويس بشكل ما، دلوقتي بوتين بيتكلم إن دي أيديولوجيا أوروبية وأيديولوجيا مش عارف إيه ومش ينفعش تعملوها. بوتين بيكتسب رضا الكنيسة، وده كان السنة اللي فاتت ظاهر لما عمل حاجات تعتبر بتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وتبع حاجات يقول مفاهيم العائلة ومش عارف ايه وضد مفاهيم اللوطية اللي كان سامح للناس في روسيا يهاجموها. فاعتبروا ان كده بوتين بيرسخ فكرة الصليبي او الرجل الصليبي الاخير والمعق الاخير للصليبيين والمسيحية الحقة. تمام، جميل كده يا جماعه. فهي فكره قديمه اصلا. فروسيا كانت قلنا في الوقت ده عايزه طلبت السلطان العثماني انها تخلي الارثوذكس هم اللي يكون لهم السلطان في الاراضي المقدسه في فلسطين وفي القدس، ان الارثوذكس هم اللي يبقوا متحكمين. الكلام ده ما كانش هو ده اللي حاصل، الكاثوليك هم اللي كانوا متحكمين في القدس. وتقعد بقى تقرأ إيه؟ حاجات لعب أشبه بالتهريج. الكاثوليك فرنسا اعتبرت أن صعود روسيا أنها عايزة تاخد مكانها، فرنسا مرضتش. طب إيه الحاجات اللي مرضتش؟ في عامل تاريخي ديني تاريخي أن فرنسا بتعتبر نفسها هي حامية النصارى في الشرق، فزي ما مكة والمدينة قلنا لما الأهمية بتاعت الشرعية الدينية، كمان القدس بالنسبة للنصارى المسيطر عليها الكنيسة المسيطرة عليها هي هتكون بتعتبر نفسها هي الكنيسة الحامية للنصارى في المشرق. فالكاثوليك هم اللي كانوا مسيطرين على القدس. دلوقتي نيكولاس راح رايح مهدد السلطان ان لا انت تديني الارثوذكس هم اللي يكون لهم الصدارة وهم اللي يبقوا متحكمين في القدس. السلطان وافق، راح الكاثوليك فرنسا هاجت لقلنا للإرث التاريخي بتاعها. والحاجة تانية إن نابليون الثالث اللي كان صاعد في الوقت ده وكان رئيس جمهورية فرنسا كان عايز يرجع، بدل ما هو كون رئيس جمهورية، لا أنا عايز أرجع أبقى إمبراطور، وما ينفعش أبقى إمبراطور ومن غير ما صلح علاقتي مع الكنيسة الكاثوليكية وصلح علاقتي مع المسيحية. فكان بيتقرب إلى الكنيسة في الوقت ده، فلازم وعايز اظهر نفسي كنابليون الثالث ان انا راعي النصرانيه في العالم. ما خلاص بقى الكلام التهريج بتاع الدوله العلمانيه وصاره فرنسيه لما قامت دوله علمانيه وبتاع، لا 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 احنا عايزين خلاص الكلام ده راح، عايزين نرجع ان احنا والكنيسه حاجه واحده، وان احنا بنحمي الكنيسه، احنا مش دوله علمانيه لائكيه بتاع، لا الكنيسه برضو جزء مننا والمسيحيه جزء مننا. فكان السلطان نابليون السلطان عم بيقولها في كل حاجه، بحيث السلطان اخر واحد ليه كلمه في الموضوع ده. كان نابليون الثالث بيتقرب من الكنيسه الكاثوليكيه، فطبعا لما الارثوذكس خدوا القدس كان بالنسبه له انا الكاثوليك هيجين تماما، فنابليون الثالث صدر نفسه ان انا عايز احمي الكاثوليكيه. فراح رايح بعت للسلطان تهديد رجع للكاثوليك يكون لهم السلطه في القدس. راح السلطان امرا حاضر، راح مرجع الكاثوليك. راح الارثوذكس راح القيصر الروسي راح بعت له الاسطول بيهدده، راح حاضر رجع الارثوذكس. راح الكاثوليك مش الفرنسي راح مهدده فرنسا، راح
عارفين تهريج اخر تهريج، واحد ليس له، وهم كانوا عايزينه كده. هم ليه فكروا اصلا تعالى نقسم الدوله العثمانيه؟ شايفين المنظر؟ حاضر نرجع الكاثوليك، حاضر رجع الكاثوليك، ماشي الكاثوليك وغير الارث، حاضر. هو واحد موظف، ده الموظفين ممكن يبقى ليه كلمة عن السلطان. فرنسا كانت هددت قلنا بالحصار، والروس هددتهم ان هم يعملوا احتلال، فكان حصل صدام في القدس ما بين المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الارثوذكس، وعملوا فضلوا يضربوا بعض، دول مدعومين بفرنسا ودول مدعومين بالروس. طيب ده السبب ايه؟ الديني. اللي يقول لك العامل الدينيه ليس لا، ده احنا كده جبنا كمان ان نابليون الثالث قلنا بيلعب، وممكن ما يكونش بيلعب، ممكن نابليون الثالث يكون فعلا مؤمن بان دور الكاثوليكيه دور مهم في الدوله، لكن هنفترض ان هو كان بيلعب بالحاجه، فهو في الاخر دور عامل الديني كان موجود. تعال نشوف السبب الاقتصادي للحرب الكرم. نعرف ان كل ده خارج على الامر، بس نشوف يعني انا البازل اللي بيتكون ده هو السبب الاول، هو الحرب الدينيه، هو السبب الديني. الاسباب السياسيه والاقتصاديه كلها حاجات كانت من اللي بيحطوها، لكن السبب الاول هو السبب الديني، كان السبب الرئيسي للحرب هو ان الاثنين الارثوذكس ولا الكاثوليك هم اللي هيسيطروا، هيبقى ليهم السيطره في الدوله. كان من الاسباب الاقتصاديه ان رومانيا اللي كانت تتبع الدوله العثمانيه في الوقت ده كانت مليئه بحقول، كانت في الزراعه متقدمه جدا، وصادرات القمح من الروماني اللي هي تابعه للدوله العثمانيه كان اوروبا بتعتمد عليها، وكان القمح الروسي هو بيعتمد على الاسواق الاوروبيه. لما اتعمل اتفاقيه المضايق والحاجات اللي فضلت تتعمل ضد روسيا دي، بقى القمح الروسي ما بقاش عليه اقبال كبير مقابل القمح الروماني العثماني، فدوت كان من الحاجات اللي خلت الدوله الروسيه بتمر بازمه كبيره جدا، وشافت ان انا حل الازمه دي اعمل ايه؟ ادخل احتل رومانيا اللي هي فيها القمح ده، ادخل اخد الدوله من الدوله العثمانيه الافلاق والبغدان، اخدها منهم من العثمانيين واضم كده القمح، ويبقى اوروبا مجبره ان هي تشتري القمح منين؟ من الدوله الروسيه اللي هي اصبحت معاها القمح الروسي ومعاها القمح العثماني. طبعا بيحطوا حتى اسباب شخصيه، ان السفير الانجليزي في الدوله العثمانيه كان بيكره القيصر الروسي جدا كراهيه شخصيه، فكان بيقعد يحرض السلطان ان لا انت لازم تقول له لا قول له كذا، حتى كانوا مسمين يقول لك السفير الروسي كان بيعتبروه هو السلطان، كانه هو السلطان، السلطان العثماني غير المتوج، وصف بانه السلطان العثماني غير المتوج. ستراتفورد ده اللي هو كان السفير الانجليزي في المكان في اسطنبول، كان قاعد يحرض، حتى بيقول لك ان في حاجات ما كانش بيرجع لانجلترا، يعني انجلترا كان ممكن توجهه توجيهات تانية، لكن هو كان بيحرض عشان يخلي فرنسا تدخل في الحرب. الحرب هتعمل مرحلة مفاوضات، المفاوضات هتفشل، مش لازم نعمل نجيب بالمفاوضات دي، المهم ان هتحصل مفاوضات وهتفشل، فهتروح روسيا داخله رومانيا وتاخدها من الدوله العثمانيه. هتروح انجلترا وفرنسا تعلن الحرب على روسيا، والنمسا هتكون في شكل محايد، هي مش راضيه ان روسيا تتضخم. النمسا خايفه، بس في نفس الوقت عندها مشكله ان الروس كانوا ساعدوا النمسا قبل كده في اخماد ثورات، فهم مش قادرين يقفوا ضد الروس، وفي نفس الوقت مش راضيين ان الروس بيتضخموا وداخلين عليهم، فهيبقوا بيحاولوا يلعبوا في طوال الحرب دور الوسيط، لغايه لما هيجوا في مرحله من الحرب وهيدخلوا مع انجلترا وفرنسا في حرب حقيقيه ضد روسيا. بروسيا فوق كانت التزمت الحياد، مش موافقه وخايفه من التغيرات الكبيره اللي هتحصل دي. المهم روسيا هتدخل رومانيا وهتحتلها، وهتحصل احداث كثيره بقى، ملخصها ان روسيا لما هتيجي تحتل رومانيا الجيش العثماني هيواجهها، وهيبدا يعمل لها مشاكل جوه رومانيا، هيروح الاسطول الانجليزي والفرنسي هيعدوا المضائق في مرحله من المراحل، وهيدخلوا جوه البحر الاسود، وهيروحوا ضاربين في جزيره القرم الاسطول الروسي اللي موجود هناك، وهيعملوا انزال جوه روسيا القرم، هيعملوا انزال في القرم، يعني خلاص انت بتدخل في الداخل الروسي، انزال انجليزي فرنسي، وهيعملوا من الانزال ده هيقعدوا فتره طويله، هيقعدوا سنه عاملين بيعملوا حاجات، هيتاخروا شويه لكن هيبقى مسيطرين
على اجزاء في القرن، وبالتالي روسيا هتقع في مشكله ان انا ده الانجليز والفرنسيين دخلوا في قلب الدوله. انا يعني ده الموضوع كده خطير، وانجلترا وفرنسا رايحين ناحيه سواد، هيحاولوا يعرضوا عليها اتفاقيه سلام بس مذله. وهذه الاتفاقيه الانجليز روسيا حاولت تعدلها شويه والفرنسيين كانوا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي يا جماعه؟ اللي حصل دلوقتي ان الدوله القوه الروسيه تقلصت بصوره كبيره جدا من نتائج حرب القرم دي. الروس الاول مش هيوافقوا على اتفاقيه مذله، لكن انجلترا فرنسا كانت موافقه خلاص، يعني احنا كانجلترا خلاص نلعب، احنا عملنا هزقناهم بما فيه الكفايه. انجلترا لن تكتفي، انجلترا هتصمم انها تروح في حرب القرم عشان اذلال، لابد انها تكون اذلال لروسيا، مش مجرد هزيمه لروسيا، تكون هزيمه مذله. ودي حاجه برضو من التعاملات مع الغرب يا جماعه. الغرب في احيان كثيره ممكن تعتبر ان هو سيكتفي بالهزيمه، لا، الغرب لا يكتفي بالهزيمه في احيان كثيره جدا، في احيان في بل هو السائد في الغرب انه بيحاول يخلي الهزيمه مذله مش هزيمه فقط، لازم يكون فيها اذلال. هيعملوا مذكره تفاهم وهتترفض، وبعد كده لا، دي مذكره تفاهم دي قبل جبهه القرم، الوساطه النمساويه، انجلترا انجلترا بالمرستون كان رئيس وزراء انجلترا في الوقت ده قال لهم لا انا لازم ادخل الحرب الاخر. طيب هيتعمل معاهده باريس. المعاهده دي كان ظاهرها ان معاهده ما بين الروس والانجليز واوروبا، في حين الحقيقه معاهده باريس ديت كانت بيقول لك كانت مهمه المؤتمر الحقيقيه البت في مستقبل الدوله العثمانيه. خلاص احنا كده احنا اتفقنا بيننا وبين روسيا، هو فعلا ان الدوله العثمانيه مساله وقت وخلاص، فاحنا عايزين نعمل ايه في مع الدوله العثمانيه دي وتكون حاجات زي، بصوا اهم ما اهم البنود بتاعت معاهده باريس: اعتراف الدول الاوروبيه بالسياده العثمانيه على المضائق اللي هي البوسفور والدردنيل. تمام، يبقى السياده على المضائق تبقى للعثمانيين، لا للروس ولا للانجليز والفرنسيين. طبعا ليه العثمانيين؟ عشان هم لا شيء، هم والعالم سواء على حسب مين الاقوى، فانا بديلهم القوه على حسب، عشان في الاخر القوه دي تكون بقى بتاعتي انا، كل واحد بيفسرها بناحيته. تجريد البحر الاسود من السلاح، بصوا الاذلال عامل ازاي يا جماعه. البحر الاسود بالقرم بكل اللي فيه الاسطول الروسي يجرد تماما من السلاح، بحيث لا يسمح فيه بظهور سفن حربيه او اقامه منشات عسكريه او بحريه في كل البحر الاسود. يعني من الاخر روسيا مش هيبقى ليها وجود في البحر الاسود عسكري. ده 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 مفهوم الاذلال. يحظر على روسيا في حظر على روسيا من بناء اسطول حربي وانشاء مصانع بحريه حربيه واقامه حصون على شواطئ البحر الاسود، بحيث ان انا لو دخلت البحر الاسود بعد كده كانجلترا او فرنسا وحبيت اعمل انزال في اي مكان هعمله، ممنوع، مفيش حصون. كان من الحاجات اللي خلت حرب القرم استمرت فتره كانت ان في حصون موجوده في البحر الاسود، فكان انجلترا قعدت تحارب مع الحصون دي كتير. لا، روسيا بتتعهد ان هي هتهدم الحصون ومش هتعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. التزمت روسيا طبعا. روسيا مهزومه. روسيا اتهزمت في القرم واتهزمت في البلقان. اتهزمت. فانا اغلاق المضائق امام السفن الحربيه الاجنبيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معناه ان المضايق مفيش اي سفن حربيه تعدي فيها، وان الدوله العثمانيه تظل دوله مستقله ولا تتدخل اي دوله اجنبيه بين السلطان ورعاياه، وان يصدر وعد بالعمل على تحقيق المساواه التامه بين كافه المسلمين والنصارى في الدوله العثمانيه، وكده والسلطان يتعهد ان انا هعمل مساواه بين المسلمين والنصارى في الدوله. هي مسلمين ونصارى ايه اللي هتعمل مساواه؟ ده انت كده بتتعهد لهم ان انت تكون النصارى يكونوا تبع الدول الاوروبيه خلاص رسمي. يعني ايه ايه الاتفاقيه دي كلها؟ الدوله العثمانيه بينهوا الدوله العثمانيه. وهم بقى قعدوا برضو خدوا حاجات: الحاق الاراضي التي يتخلى عنها الروس في الافلاق بالسياده العثمانيه. نفس اللعبه اللي لعبوها مع محمد علي. يبقى كانت انجلترا بتعمل ايه في الوقت ده؟ وفرنسا معاها، بس انجلترا هي اللاعب الرئيسي. يعني احنا مثلا عارفين اللعبه اللي اتلعبت مع محمد علي قبل كده في معاهده لندن
اللي هي رجع كل حاجة انت اخدتها للدولة العثمانية. الحاجات اللي اخدها الروس قالوا للروس رجعوها للدولة العثمانية تاني. يبقى هو نفس اللعبة اللي اتلعبت مع محمد علي اتلعبت مع نيكولاس الاول، ان انت ترجع الحاجات بتاعتك اللي انت اخدتها، الاراضي اللي انت اخدتها من العثمانيين ترجعها الى السيادة العثمانية. ليه؟ برجعها لواحد ميت. انما الروس لا خلاص، دول انا كمان قصيت لهم ضوافرهم انما قوة صاعدة. فاهمين يا جماعه الفكره عامله ازاي؟ فكره نفس اللعبه اللي اتلعبت مع محمد علي في معاهده لندن تتكرر في معاهده باريس. حريه الملاحه في نهر الدانوب يضمن مؤتمر اقامه حكم ذاتي في الافلاق والبغدان والصرب تحت سياده الدوله العثمانيه. طيب انا برجع لك نفس اللعبه تاني، ان برضو لما رجعوا الشام للسلطان العثماني من محمد علي، بس فضلوا يعملوا تسوير لاهل الشام والنصارى الشام ضد السلطان العثماني. نفس اللعبه، ان انا هعمل استقلال ذاتي لدول في البلقان هي هتبقى تحت السياده العثمانيه لكن تتمتع باستقلال ذاتي. انا كده بدي لها استقلال، خلاص الدول دي هتبقى مستقله. وطبعا السلطنه العثمانيه راح تطلع فرمان لصالح النصارى القاطنين في الدوله بالاعتراف بالمساواه التامه بين الرعايا على اختلاف الاديان والمذاهب، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي. طبعا بيقول لك النتائج بتاعت حرب القرم بالظبط، ان هيتم اغتصاب المناطق دي كلها بين فرنسا ما بين الدول الدول الاوروبيه، وهيطلع بعديها الخط الهيمايوني في تنظيم شؤون الدوله. قلنا الكولخانه كان فشل، هيطلع بعد حرب القرم، حرب القرم بين سنه 1853 ل 1856 هيطلع الخط الهيمايوني. كان في دافعين بيقول لك ضغط الدول الاوروبيه وخاصه انجلترا وفرنسا ان اصلاح اوضاع النصارى في الدوله، هي تمكين النصارى من الدوله ان هم يبقوا متمكنين في الدوله. الحجه بتاعتهم ان انت لما تصلح اوضاع النصارى وتمكن النصارى في الدوله روسيا مش هيبقى ليها حجه مره ثانيه ان هي تتدخل باسم حمايه النصارى في الدوله العثمانيه. فشوف قد ايه نبلاء يا اخي بيمكنوا النصارى، يعني انت كدوله عثمانيه تمكنوا النصارى عشان الروس الوحشين ما يتدخلوش ويقولوا احنا لازم ندخل نتدخل عشان نحمي النصارى. شوف ملائكة انجلترا وفرنسا دول. ده العنصر الخارجي. كان في عنصر داخلي ان رجال الدولة نفسهم كانوا حاسين ان احنا محتاجين نعمل كده، محتاجين نعمل تغريب ومزيد من التغريب في الدولة والمساواة للدولة. وهنا بقى بتتكلم ان الهيمايوني نتكلم عن علمنة شبه صريحة بقى خلاص. أضاف قال الحاجات بتاعت الكولخانة كلها هتبقى، زائد يتعمل امتيازات وحصانات لرعاية الدولة من غير المسلمين. رعاية الدولة من غير المسلمين هيبقى عندهم حصانة وامتيازات. معاملة جميع الرعاية في الدولة معاملة متساوية. متساوية ايه بقى؟ ان انت تديهم امتيازات ان هم في حماية أوروبية. إبقاء الحقوق والامتيازات الممنوحة لرؤساء الملة غير المسلمة كانتخاذ البطرك لكل ملة. ودي حاجه كانت مهمه انتخاب البطرك دي، لان كان في بطارك بيجوا يحرضوا ضد الدوله، فان الدوله العثمانيه تقول لك لا هم النصارى هم اللي يختاروا. طب ما هيختاروا ناس متطرفين عايزين يعملوا ثورات على الدوله العثمانيه، وده من الحاجات اللي هتبقى مهمه في الدوله العثمانيه بعد كده. تحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين، الدوله تدي رواتب مرتبات لغير المسلمين من النصارى واليهود. إنشاء محاكم مختلطة للفصل في النزاعات التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمين. فكرة المحاكم المختلطة، أنت بتتكلم بقى على إن المسلم مين الظهير بتاع المسلم في هذه المحاكم؟ السلطان العثماني المهزأ ده، في حين النصير الظهير بتاع النصراني في المحاكم المختلطة أو اليهودي أوروبا. يبقى في المحاكم المختلطة هتحكم لصالح مين؟ طبعا تهيئة الساحة للجماعات السرية، الجماعات السرية هتنتشر في الدولة العثمانية في القرن ال19 بصورة واضحة وكبيرة جدا. خط انتخاب بطرك، الخط الهيمايوني، انتخاب بطرك لكل ملة مدى الحياة. النصارى حرية العبادة والحق في ترميم وإصلاح الكنائس. طبعا ده مخالف للشريعة الإسلامية اللي بتقول لك ما ينفعش كنيسة مهدمة أو حاجة تصلحها وتعيدها أو تبنيها، تبني بكنيسة، ما ينفعش تبني كنائس. لازم الحاجة دي يكون خلاص. ليه؟ ان الاسلام قائم على ان مش فرض الديانة، لكن ان مدام في ديانة بتنتهي، ديانة من الديانات الباطلة والكفرية،
اني لا اساعد في بقاء هذه الديانه، ما اعملش، ما اخليش ان الناس تروح مجدده كنائس وتبني كنائس، لا خلاص الكنائس بتنقرض خلاص، ما انتهى، يبقى هو التاريخ بينهيها وربنا سبحانه وتعالى بينهيها. ما ينفعش انا اجددها، دي حاجات كفريه، اجددها ازاي؟ لا، ادالهم ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات زي كده، بس تاخدوا الاول شرط الحصول على موافقه السلطان. بالمناسبه مصر لا، ده مش احد الاراء، ده الرأي المعمول به. أيوة، في فقهاء بيجيزوا بناء كنائس جديدة، بس مش ده رأي الجمهور. معلش فرق، يعني مش لغاية لما أبقى طالع الرأي اللي حضرتك بتقوله ده. إنما اللي أنا أعرفه، إنما يعني اللي أنا أعرفه كان الإجماع، أو على الأقل الجمهور، إن بيقول لا، مفيش حاجة اسمها بناء كنائس أو حاجات معابد يهودية مرة تانية. ياريت لو عندك بحث حط لي رابط لي. الخط الهيمنيون ده مهم، لان الى الان عندنا في مصر النصارى بيحملوا دايما من ضمن الحاجات اللي عاملين عليها مشاكل، يقول لك ان مصر ماشيه على الخط الهيمنيوني لغايه دلوقتي، ان لابد من موافقه الدوله على بناء كنائس، الدوله الرئيس الدوله او الدوله نفسها توافق عشان تبني كنيسه جديده. طبعا الحاجات دي حصل فيها تسامح في العشر سنين الاخيره بصوره كبيره جدا، لكن ما زاد ده مقيد من المقيدات. للنصارى الحق في الانتساب الى معاهد التعليم الرسميه ووظائف الدوله المدنيه، ولهم الحق في انشاء مدارس العلوم والفنون والصناعات. والخط بيلغي عبارات التحقير التي كانت تلقى في خطب الجمعه ضد النصارى من رعايا الدوله. شايفين الخط الهيمنيوني قد ايه خطير يا جماعه؟ سنه 56 1856 سنه 1856 الخط الهيمنيوني ده، ان الدوله بتتدخل لدرجه ان هتخلي الخطباء في الصلاه ما يقولوش حاجات فيها هجوم على النصارى والكفار واليهود. ده شيء رهيب يعني. بل لم يعد من الممكن اكراه المسلمين الذين يعتنقون النصرانيه على الرده. لو مسلم دخل النصرانيه مش مسموح له ان هو يرجع تاني، ما يرجع مسلم. ان انت بتدخل ان انت عايز ترجعه للمسلم، لا ما يرجعش، خلاص دخل النصرانية ما يرجعش تاني. وفرضت عليهم خدمة العسكرية، منحوا حرية دفع البدل، ان هم يدفعوا بدل بس ما يدخلوش الخدمة العسكرية. طبعا بيقول لك ان الحاجات دي زادت من احتقار النصارى للدولة العثمانية، وعرفوا وتأكدوا انها دولة بتعيش ايامها الاخيرة وخلاص هتنتهي، يعني هتنتهي، وبالتالي زادت الثورات بصورة اكبر، وزاد الغضب من الدولة العثمانية بصورة اكبر. طبعا بيقول لك علماء الشريعه حاولوا. طبعا هنا هنلاقي في الخط الهيمنيوني غير منشور الكلخانه. منشور الكلخانه كان فيه حاجات كلام بيوحي ان يعني محاوله ان احنا بنعمل كده عشان الدوله الاسلاميه وبتاع، انما الخط الهيمنيوني صريح في ان الاسلام بيتم تعطيله، خط علماني صريح، والاثنين في عهد عبد المجيد الاول. هنا بقى علماء الشريعه في الخط الهيمنيوني هيحاولوا يحاربوا الموضوع ده محاربة صريحة. لماذا لم يسر المسلمون ضد السلطان؟ الحقيقة أن المسلمين في الوقت ده كانوا سواء الشام اللي فيها ثورات فعلا، وكانت يعني سواء حصل أو ما حصلش، هو السلطان إيه الحاجة بتاعته؟ مين اللي يسور؟ مصر خارج السلطان بتاعه، خارج سلطته خلاص، مصر والسودان، الجزائر خارج اللعبة، كل حاجة خارج اللعبة، هو ما لا يملك الأناضول ملك حقيقي يعني. فإن يصوروا عليه، هي كانت علماء الشريعة بقى وغضب علماء الشريعة والكلام ده كله، لكن هو محمي من الغرب وأوروبا. كل اللي هيجي إن شاء الله هنبقى نكمل المرة الجاية السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحميد الثاني الحلقة الجاية بإذن الله. هل ده يكفي إن احنا نعرف احنا كنا البانوراما اللي احنا بدأناها من المرة اللي فاتت كان هدفها إيه؟ مش ان احنا نتعرف على الدولة العثمانية عاملة ازاي؟ هل ده يكفي ان انتوا تعرفوا بقى خلاص الدولة العثمانية كانت شكلها عامل ازاي في القرن 19 او في النصف الثاني من القرن 19؟ اظن يكفي. كل اللي هيجي بعد كده في الدولة العثمانية حاجات احداث كثيرة قلنا هنتعرض ليها ان شاء الله المرة الجاية، لكن كلها هتكون بتدور حوالين ايه يا جماعة؟ حوالين الدولة، هذه الدولة التي لم تعد شيئا،